صراحه. الان في موضوع الاستفتاء، موضوع الاستفتاء في السودان وحول عقاب تغيير المصير في ده بيتم في نفس الوقت المفروض يتم فيه موضوع المشورة الشعبيه في مناطق جبال النيل الازرق وجنوب ولايه كردفان، في نفس اللحظه اللي هو تغرب فيها في منطقه في علاقتها بالمركز. من ناحيه ثانيه ستيل دارفور، الحرب في دارفور مستمره بكل الاشكالات. بنفتكر انه احنا في لحظه بندفع فيها بنتحاسب فيها على كل الازمه اللي تمت في السودان من قبل الاستقلال والى الان. انا ما اطيل عليكم النقاش كثير، معانا الاستاذ الاستاذ عبد القصاص، الاستاذ الدكتور ادريس، الاستاذ جبريال. هنبدا بالدكتور ادريس في المتحدث اول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادريس عبد المولى محمد طهر من دارفور، وطبيب بيطري ورئيس رابطة ابناء دارفور باستراليا الان. في البداية اشكر الاخوة في المنتدى السودان الاسترالي لاتاحت هذه الفرصة، على الاقل في انه نحن نحاول نتدارك الاحداث قبل فوات الاوان. وانا لما اجي وداير اتحدث عن المستقبل الوحدة في السودان، اولا داير اكد نقاط معينة انني لا